صباح الخير سي عزوز. صباح الخير مدام، لاباس؟ الحمد لله. الامور ماشي ماشي. وي سا فا تري بيان ديجا هيك تشوف. عملنا سيت ويب واتفاقية شراكة مع كلكز اجونس دو فواياج وسا فا، وان بلوس سي موجي ماهوش مقصر معايا في الخدمة. اي باهي باهي، احنا شو نحبوا يا اخي؟ ربي ان شاء الله يهزها للسواب. ان شاء الله يا ربي. ميرسي. سلامة. سلامة. بون جورني. أهلا بنهديك. اهلا بيك سي جاب الله. يا مرحبا يا مرحبا. ايا خلط علي حشتي بيك. حبيبي وصديقي وقرة عيني، رائد رائد وتبقى ديما رائد رغم الداء والعداء والبريم يعرض لي. باهي تفضل من الاخر سيدي، شنو تحب؟ قول ايا. حشتي بيك في امر جلل لا يحتمل التاخير. باهي سيدي. هاي معايا للقهوة وجاه ربي خنفركوها الرومانة هذه اون فوا بور توت. هاي ايش بالقهوة؟ القهوة بكلها عيون وكلها اذان صاخية والمسألة غاية في السرية، يلزمني انا وياك راس راس في مكان مغلق، انا وانتي الشيطان. سي انا وانتي والشيطان امور سرية، حكاية ام دولة ولات المسألة اخطر، لو كنت تسمعني تو تعذرني. باهي يا سيدي نتبعوا السرقة باب الدار، هيا معايا للدار. والشيطان غادي. إي إي أو قاعد يمضي في السنين فوق. يعطيك دودة يا سويسي، قديك شو حصل؟ راك حصل لي قدرك. ماني قلت لك عاد مدام، مشيت في قضية خفيفة للكاس وغاني جيت. بقينا مش لازمة ملزومة تغني لي فيها من قبيلة. نعم سي جاب الله، سامحني، ما نسمحلكش باش تحكي معايا باللغة هذه. متفاهمينا؟ وانا راني ما جيتش هنايا باش نغني، انا جيت عندي خدمه معينه باش نقوم بها على اكمل وجه وكهو. متفاهمين؟ متفاهمين انا متفاهمين، سامحينا. ثم نظام سي جاب الله، دخولك وخروجك مربوط بمواعيد. عندك قضيه في الكاس ما ثم حتى مشكل، تتعدى للبيرو تعلم. بلغه اوضح تاخذ ترخيص من عندي ولا من عند عرفك المباشر سي المنجي؟ منجي؟ سي المنجي. صحيح انتم اصحاب لكن خارج اوقات العمل، تفهم فيا سي جاب الله؟ نفهم فيك انا، نفهم فيك. هذا اولا، وثانيا ماذا بيا تجيب لي حسابات البوتيك؟ اي فيها بس، حاضر الله يبارك. اي وثم ثالثا ولا سي كملتي؟ ثالثا تكلم مرتك خميسة تقول لها من غدوة ترجع للخدمة، والنهار اللي ما خدمتوش تحسبوا نهار كونش. كي ما تحبش نجيبها بالسيف؟ لا لا ما تقولش لا. وانا ما تعرفيش انت هذيك من الذين لا لا وراسها بكل منصبه. لا ما تخافش انا فهمتها مليح، مرتك عكس اللي يظهر عليها، مرا ذكيه وتعرف تحسبها مليح. وتوا سي جاب الله ربي يعينك. يعيننا ويعينك انا، ما هي بخاطرك. محلى عينك يا حيوته ومحلى حميرك ومحلى روتك. حزيله وي اجا شوفني عاد. هلا هلا يا 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 خمسة وخموس عليك بالحق عجبتك تقتل. في بالك الروبة هذه؟ هذه ثاني مرة نلبسها. بيسو حنونة وانت حبيت تلبسي هاي مالا وانتي نهار كامل غتصافي روحك في الدار تقول كي العجوزة. يا بنتي فيق على روحك البس زي نخرج. هاني فقت حطينا. أمي اش قولك أمي في الروبة؟ الله وحد على بنتي تقتل. شفت حياة حتى تاتا قالت لك تقتل. وفاش قام لبستها؟ حبيت نشوفها أمي مازالت قدي وإلا لا. ما في بالك عادة أمي الليلة باش نخرج. تخرج؟ إي وين على خير؟ أمي ما قلت لك باش نتعشى مع سلي. هاي فكرك في الشهادة، هذا سامبلامين تاع المكرونة وجليب وأنتي خارجة معاهم. ها كيفاش تاتا باش نخرج معاهم؟ عيب، هما خارجين هكا كوب الريستوران والورد والشمع وانا باش نقعد معاهم. تيجيش نوعدك امي ما نبطاش بالكل، نروح ماضي ساعتين. ماضي ساعتين؟ حليه مازال بكري. انت صرفت صرفت، كمل اعمل هبطه للحمامات وادخلوا كيما تقولوا انتوما البواطه، اعملوا شطحه ولا اثنين هضموا بيهم المقارونه بالفريديمير. اسمع
كل ما تعرق باهيلك للرجيم. خمسة خمسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين رب العالمين الله يرحمه مسكين. منو مات أطفال؟ واحد ما تعرفوش مازال. اسمعني عم بابوش، خميسة أختي وين؟ خميسة أختك برانفس الفهم. رانفس؟ تقول فيها هكا؟ ما يتحرك لك شيء؟ لا شعرة سيدنا علي، لا شعرك، وانا نقول شعرك وين؟ بالذي لا لو كي تحصى بالتراكتور ما ينبت شيء. آه وعلى الدنيا السلام، ماتت رجولية عندك. أطفال دم فمك يا واش بيك؟ واش بيك؟ قاعد لنا تبيع في التحف ومسيب مرتك على طرق ذراعها، تقعد في القهاوي تزعج في التاي والجزيل تسفر عليها، بر بر حجمك شلاغيم عندك. ودي يفهم بالعربي برانفا هي ومدام نسرين. مريتك ضربة بين العينين. وانا مكبر بيك نقول سيبي الازرق سيبي الازرق، وانت ما تكسب من الازرق كان السريه لابسها. بيغاد في البلاد يضرب في صدره ويقول بنتي عطيتها البابوشه مندرات، كان يسمع بيك توا شدني. ها هات 5000 خير ما نصب بيك الصبا. اه صار انت نديبه مدنيه الكل على 5000؟ اه يا سيدي كي راد ربي. هاي هاي 5000 كثرهم عليك ان شاء الله نسيبي الازرق. فيش رجعت ازرق؟ لا واش يا ودي، المراه مرتك تقعد في القهاوي زفر عليها رجاجيل العصافير الاربيتر ناوي واش دخلني. هاي في لمان راجير وين ماشي؟ وين ماشي؟ ماشي القهاوي نزعت السك بريس واش منك؟ اقعد هنا عينك على المقازة، نمشي ندور على مدام دوجة ونجي. اسمعني يا المعلم، يبت شوية نقعد لهنا قداش مش تخلص. خلصت؟ هنغل؟ عطيتكش تبرك 5000؟ أنت عطيتني 5000؟ ما نتذكرش. آه ما تذكرش؟ لعبة فقد الذاكرة. سيد ناحيديك هذي واش سيك فيه؟ بلونة؟ بلونة ورقيقة. الو عزوزة وينك؟ اجاني حشي بيك. هاني هوني هاني هوني يا فطيمة، هاني هوني بحذاك في الدار. هيا باهي. ها يا فطيمة اش تحب ان شاء الله؟ خير خير خير. اعطيني فلوس المصروف، الفريجيدير فارغ واللي تبقاو عندي فلوس قضيت بيهم البارح. يا بنتي شو مدخلني في القضية انا متاع الدار؟ كيفاش مدخلني بابا؟ من شكون نكلم على المصروف؟ نمشي جبل ونقول له قضي لي من عندك؟ لا بنتي هذه حاجه تخصكم انا، لا عاد مسؤول لا على الدار لا على المصروف. انا توا خذيت التقاعد المبكر متاعي، ماني مسؤول كان على شخصي المتواضع، كان طيبتو هاني معاكم، كان ما طيبتوش زاد هاني معاكم. معناتها انت زاد باش تولي تاخذ مصروفك من عند المنجي؟ لا فطيمه هكا توا هكا وقت تولي طلبه انت تاخذ من عنده وتعطيني تحت حسمس الى ان ياتي ما يخالف ذلك. ما فهمتش شنو اللي باش يتبدل. برشا حاجات نجم تتبدل يا فطيمه. تعرف اللي بالقانون والدستور نجم نعاود نترشح للرئاسه مره اخرى ولا لا؟ ما تقوليش ناوي تتلهى بالدار مره اخرى. مالي علاش لا؟ اذا فضينا مشكلتنا مع البنك وخلصنا ديوننا شنو اللي يمنعنا؟ ها؟ ولا عجبتك مدام دوجة؟ لا انا ما عجبني شيء. اما كيفاش باش نخلصوا ديوننا؟ كيكا ما تخافش، ما عندك كان الرجال، استنى بركه نرجع نفس تو نقول لك. ملا قلت لي المصروف عند المنجي؟ اي نعم يلا في الوقت الحاضر. فهمنا. وقريبا جدا يعود الدر الى معدنه. الله يبارك لنا بالقدره ربيع ساعه نكون في الدار. اصعب حاجه. ها شنو الامور تو مريقله ولا؟ ولا بيا كيما تقول انت سي المنجي. ما كنت حويجه بركه. عندي قضية ظريفة مالها معنى شوي أخر في الدار، حتى حبيت نعرف لازم نمشي ولا لا؟ حبيت، وش بيك تشاور فيا أنا يا صاحبي الحلزون؟
لا ماشي، هذا كان نظام سي البونجي، انت عارف من المباشر ولازمني نشاورك وكان لازمني ناخذ من عندك البرمسيون حسب تعليمات مدام دوجة. عندها الحق المدام، ما تعرف الخدمه خدمه كما يقول المفل، ترافاي ترافاي كما رادا بري. باهي ما قلتش ليا حتى نمشي ولا نقعد؟ امشي امشي، اقصد ربي اقصد ربي، بارك الله فيك. اسمع ما مدبطاش اسمعك ولا من جاي؟ انا ميمي. دقيقة، هل تعطيني فلوس مصروفة؟ مصروف؟ يا حبيبي رحمة بوي نقري لي تو ما كبرت الشهرية راني. خالك عزوز قال لي أنت المسؤول. أيوا صاروخ خالي اللي قال لك صحيح يا ميمي أنا المسؤول، ما مازلت ما تفهمتش أنا مع المدام راهو على المصروف اليومي. اسمع فتوى، علاش أنت ما تحكيش معاها؟ تشوفوا معاها تعطيك هكا تسعة على حساب الرص الشهر. باهي. انا نمد يدي لك دوجه بعد ما مقدمي نفوت فيك. مش نعمل لنا توا الله يعاونك. اهلا وسهلا حاجه. وبيك لله، ولدي وخويا قالوا لي شوف مع المدام على مصروف الدار. ايش بيك مسروبه حاجه؟ تفضل اقعد. قدسنا شوف عايش بنت حساباتك نتاع الشهر ولا اللي هو، واعطيني الفلوس خل نقضي، ما عادش عليا وقت. اي حاضرين يستناو فيك. اي تفضل حاج. قديش هذا؟ 500 دينار. 500؟ معناتها كل جمعه نجي ناخذ قدهم. إيه سمحني حاجه نسيت ما قلتلكش، راهو 500 دينار مصروف الشهر مش الجمعه. شهر؟ وان شاء الله اخر الشهر نعملوا الحسابات ونحكي مع سي المنجي على امكانيه الزياده. مي بوغ لو مومون هذاك شنو نجم نعطيك؟ هاي باش تحكي معاك. قل لي 500 شنو نشري بيهم؟ خضره، حوت، لحم، نخلصوا الضو، الماء، تليفون، واذا لزم دواء ولا نغليو شويه زعتر. والله يا حاجه هاو سي المنجي يعرف، راهو الخدمه مازالت ما دارتش. اش يهمني من الخدمه انا؟ عايشك يا حاجه من غير عياط الكيونات قاعدين في الصاله ينجموا يسمعونا. تسمعوا ساكت انت يا شو ايه مدام دوجة؟ يا عايشك سي المنشي، حاجه احكي معي انا، ولدك ما عنده حتى دخل. المنجي ما عندوش دخل، وعزوز ما عندوش دخل، وحياه وحفله، وانا انت الفاتقه الناطقه، واحنا اذا لزم باش نتكلموا نرفعوا صوابعنا. باهي يا يمي يا اخي انا شنو مدخلني انا؟ ماني عندي خدمه نخدم فيها وكهو، وفوق هذا اللي في الظروف هذه مش لازم كل يوم ياكل حوت. يا شدك كريشة بسم الله عليك. حل حل شو ريت حل هوني بيت اشبه فاطمة العصابها. اخي ما تقول ليش بها وانت شوف منظري هذي يتقطع عليها نفس بوتليس. انا ما 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 استيل عنده ايش بتجبد يا ابو كلب. قررتها عطيت لها تقرا تكتب ونذكر. اي سي جاب الله. شكون في كفالتك؟ العبد لله ومرتي. هاو واش السين؟ ما جيتك على عين العارة؟ وانت وش تخلي معاها تخدم على روحها؟ ايه ليش ما تقيدونيش في الحكاية هذي؟ وين تقيدون؟ طب انا اجتماعي مشي عليها ترى. مرة زمان انت تظلم لها روحتك هنا لا. سي الفهمي عايشك، الكفالة ما تنجم تكون كان للزوجة والأبناء والوالدين في بعض الحالات. ولا نساب لا؟ لا مع كل الأسف لا ما يجيش. حتى كي ظلي مرضى. سيادتك باش مريض؟ أنا عندي الغمة والغصة وبالضبيع وبنطوف وعندي الهشاشة في المشاشة متاع الركبة وراسي هكا يدور كي نطلع في قصطاع. مرة قالوا لي طاط مصطاع على راسي فقدت الذاكرة من نتذكر من الجمعة كان الخميس العشية ويزي ما تميزنيش. يا بنات عمي طلي بيدها أختك من مذيرة وعنده بيلونة ناقصة في راسه. تجاب الله فيما يخص زوجتك سيدة خميسة ما هيش منخرطة في حتى؟ لا 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 مش منخرطة، حتى صغار ما عندهاش، حبلت وبعد بطلت. سامحني بربي كيفاش هذي حبلت من بعد بطلت؟ والله لا فهمت. لا لا ما بطلتش، ربي ما حبش، حبلت وبعد طيحت. داكوغ. اسمعيني بنات عمي، شوفي لنا هكا كيفاش تحطيني تحت هكا في الضمان. ما يجيش. ما يجيش سي الفاهم.
بوك مثلا ينجم يقيدك، اما نسيبك لا ما يجيش. با ان شاء الله يلقى شكون يقيدو. وامك ياما الرجاله ياما ياما وقيله بطاقة تعرف متاع الرجاله كان كي جات تعرس الحاسيلو قيدوه بالغلط طلعتنا اكبر منها بعامين. سامحيني مدام اخواتي سامحيني. راح راح الفيلم انا قاعدين محلاها قايد قاعد راح اشتي فيك. طيب وش هالشيء؟ وش هو وش؟ اطفل انت ما تعرفش تضم فمك؟ نعرف مالك تعرف ترس غادي وكلمة لا اخي مشيت فيها مع المرأة. على وش مشيت فيها؟ ودي يفهم يفهم وحل بخط. المرأة هذيك راهي مبعوثة باش تبني لي بحث. انا مغادر طلعش بعثها الحاكم. ودي الحاكم تاعك بعثها الكاس الكاس تنفهم باش تاخذ لك شبيت على جنب شنو يصب على روحك. وانت واش تتصب على روحك؟ والله الفهم ماذا بيا جايز نرتاح من عمري باش نصب على روحي في الضمان الاجتماعي. باش لكان قدر الله مرضت ولا صارت اي حاجه انا ولاختك ما نبصوش بالدويات. واش كمرت مره في الكلينيك من بصيت في جرتك. ما يا سيدي تنظم فهمي لما كنت ماشي نحواشها. شنو ربي والف برزوق بحكم الارنب بني مناسبه خويا نعطيك ما قبيله برك ضرب 5000. لا ال 5000 هذيك باش انا ما نصبش بيك لباي. تو ماشي حويجه تنظم فمي وانت قاعد راس راس. اي تو طيب تقبض تو قاعد تضم فمك وبلاش تهدى فهمت ولا؟ مالش معنى نقول لك انا هاني قاعد مش نظم فمي وانت برا ضمن على روحك فما كانت الحساب تحت التوت. وما زلتم راسك الحدا لحدا لخدمة على قدمة؟ القدمة موجودة والخدمة ليه بلاد واقفة مدام. البلاد واقفة وانت ما تبارك الله كم راكتين. والله نعم في ماكسيمومنا ونستناو في العفو يجينا. قوم يا مدام العبد لله راه عنده شدة عليا. عليا بالعيد؟ ايه يعني ما نخدمش اللي يجي يعني. لا ذي جبت فيها ما تخدمش اللي يجي مادام عندك شهادة عليا يخدم عليك لهذيلي. وي نهارك سعيد. يا لالا هي تنوم. يا عيني يا عيني على رجلي وقت الوصول. بدي وراك المرأة راهي مجدة اجتماعية. بس خلاص نعطو سيسي فيني لا عاد نسمع لا عاد نشوف. اسف بيش نخرج منا وانت تخرج في الزمالك منا. يا عالم يا هو تشاهدون الآن على المباشر وبتوقيت كي يسي الفيلم الحدث بابوش ومرشدة في غرفة النوم. سامحني مدام شو الكلام هذا اش تقصد؟ وانت ما زلتي تتكلمي؟ ما زل عندك عين وتتكلمي؟ تحبي نبدو نجبت لك في شعرك ونقول ما جبتش؟ اسف بيش في بيت نومي الزوز وينو؟ وينو الثالث وينو؟ منو الشيطان؟ ما زل فيها شواتين توا؟ هذه خيانة مشروعة نحوم على هاني السلامة. هاني السلامة بتاعك بدي تلبي فمك وقالك تبلستي. طب انا مش نفسي بقى تخدم على روحها. اي تخدم على روحها نعرفها الحكاية ذي خدمة النهار ما فيها عار. سي شابالا عيب راه ما يجيش. شنو هذا؟ شنو هذا لالا؟ هذا عبي مبروك مستفرد برويجن في بيت النوم قال وشنو هي برجدة وبرا برجدة خايتي مالك الا امراه وثاني بثاني وخايتي الارشاد والوعد ما يجي كان في بيت نومي لا ومع رجلي لا. بدي تضرب فمك واش تو؟ لما لا برجدة جايه من كاس بالعربي. اي من الكاس والبريات صدقتك. لا حول الله يا رب حسب الله ونعم الوكيل. اللي اعطينا دخت خلاص اليوم نروح لدار باي وغدوة قبل نصف نهار وخمسة توصلني دلكتي. لعبت علي الدوخ. برانتي الخيانة الدوخ. أخمسة فاتش بك طايت. السلام من هذه جات معاك؟ أنت فيه؟ واشي؟ واشي يعطيك واش واش عشان ما دي بتكلم هذا المشتر السماعية كانت قاعدة دو في الكوزينة. دي أنا مرش دراني نافقد الذاكرة. الفهم الفهم أخوي لا في الحلقة الأخرانية يخون فيا. مش في الحلقة الأخرانية يا بنتي من الحلقة الأولى دايما شديتي مثل بسين ما يفضلك أنا الحاكم. أو لا عاد هكا ما عاد بهاوين أنا حالا مش هنعمل التقرير متاعي. نروحي لهنا حتى يجي الحاكم ويعين الجريمة. فهمت كلمة حل فمك ما كنت قاعدة معانا. إي نتذكر كنت قاعدة معاكم. ولا ما كنت زاد أنا نتذكر قلت لي خلينا راس راس وظلم فمك. وخيتي انا مشيت حطيت راسي وبعد اللي صار ما بيناتهم الله اعلم ان كنت بعلم. الفهم خوي عندك استيل وزرق وورقه؟
ايوه عندي سلو احمر اسود. جيبهولي باش الموجدة تكتب الوصية نتاعها. تلقي تلقي يا اخي باش تلقى تو يدي في رقبتك. روحي لهنا ما انا قلت لي موجدة. سيدي رنا لك يا صباطك يا ويلي يا حرشانة يا خفاش الرجال. روحي لهنا توب توري هاكي جيتي من الكاس وروحتي في كوبلي اسباز لبن عخبيش هو. نسيت العزيزة سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت ضع منها سوابي قولوا لي شلومي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة يا حلالة. العزيزة جابني الوحش والمحبة لا هطمع ولا المادة. يا حلالة فاذ قلتي وتما عزوز أقلق نور البرغول والنا. سيبتي العزيزة هذا قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغول والنا لحظة غالتي غحملنا سيبقوا لنا نشلها كن. هذا قلتي وثما عزوز. سيبتي العزيزة من يوم ما طلت هالطلة عملك لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا حلال الله. Thank you.